السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة هشام عبود الصحفي الحر كما رددها الشارع الجزائري. نفس الشارع ردد مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية بن زور جابوه العسكر. الزول في اللون. جلد لندن اللي هاي الصورة ديالو بوخنونة وين راهو الآن؟ ها وين راه؟ ها وين راه؟ جلد لندن تم إيداع الحبس الاحتياطي هذا المساء بعد ما حولوه إلى النيابة، حولوه على المحكمة وسمعوا قاضي التحقيق، وكانت المحامية ديالو وجدت ملف طبي تقول أنه موكلها مريض نفساني وصح صابوه يشرب الكاشيات. هي ذو الكاشيات هادو على العراية كلهم يشربوا الكاشيات، ابداها من جبار مهنا ناصر الجن حسين بولحية كامل معاد كلهم يشربوا الكاشيات، ودونك حتى الازلام تاعهم يشربوا الكاشيات. فوالا هي الحكايه. دونك كلهم لا يشربوا الكاشيات على روح. لازم قال خليه ازماتيك ماشي مشكل. كاين ناس اللي عندهم لازم ورا من السن قال كثر المشاكل. اذا جلد لندن يبات الليله بعد ما تجوز ليلتين في الكوميساريا البوليس تاع بيوتو، لانو الدعوة ترفع الشكايات ترفعو في بيوتو، دونك الكوميساريا البوليس تاع بيوتو هي اللي شرفت على توقيف الجلد و تقديمه لمحكمة نونتير، ومحكمة نونتير داتو الحبس تاع نونتير سي ميزون داري وين راح يحطوا ليه الناس اللي راحين يشارعوا في انتظار انه يشارع راه في ميزون داري. هكذا يعني تغلق ابواب الدعايات تاع اصحابه تاع واحد مخنث ما نعرف عليه من خارج داخل دا اللي قال لك راهو طلقاتو الجوجة وغير طلقوه جاو داوه تاع الدي جي اس. لا في فرنسا ما يخدموش بهذه الطريقه، هذه فرنسا ما يخدموش بهذه الطريقه. لو كان حبوا يدوا دي جي اس كان يدوا من عند البوليسيه، لانهم تابعين لنفس الوزاره، وزاره الداخليه، ما هم تابعين العسكر كيما عندنا احنا تمشي فيها اوامر. لا، يتبعوا القانون. هذه الاولى. الثانيه حاولوا باش زعما يعطوا له من خلال المحاميه ديالو ياخذوا افراج مؤقت بيد ما الاخر بعد يهربوه الى شو ده القضاء في فرنسا ما كانش مسكين. اوكي، هنا التوضيح، لابد من التوضيح، لانه سي عبدو السمار طبعا باش يخدم اسياده خرج لك الدعايه بانه هذا معارض، سماه معارض، وهذا دارها في مغرب انتليجنس وعلمنا عليها في مغرب انتليجنس، بينما في القناه ديالو وفي الموقع تاعو قال العكس، قال انه هشام عبود مع جماعه اخرين شكاو به، اعطاه لا لا، والاخرى يلبس المستعار زعما باش يلصقها في المغرب وكذا، قال باللي هذا معارض. وشو الخلطه اللي دارها؟ معارض جزائري وناشط، ومن بعد دخلها مع المخابرات الجزائريه وباش يقتلوا معارضين جزائريين يديرهم على حساب المغاربه، والمغاربه مدوا معلومات للمخابرات الفرنسيه والمخابرات الفرنسيه وقفوه. واحد الخلوطه لازم واحد يكون فريمون مخو حابس باش. وطبعا ما دام نتكلموا على واحد مخو حابس، فيها صحيفه من صحف بودورو الكوري الجزائري داروا الحكايه هذه، ولو قال لك اسنا نجبدوها باش نشوفوها مليح، الناس خليها الناس تعرف واش شي تعرف شبع الضحك. قريت قال له
هذه مؤامرة، سمعت، مخزينية صهيونية فرنسية، مؤامرة، إيه مؤامرة صهيونية فرنسية مخزينية، يعني تشوف هذا مخك يحبس، مخك يحبس، نشوف باش نجيبوا لهذا العفسة، ما عنديش إلا أنا، بون، بس نشوف راسي على اللهنة، شي 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 يعني كان بس كريزي يعني شكون اللي بعث لي هذه تاع الكوريدا الجيري أيوة. المهم يعني شباب ضحك لما قريتها، شكون هذا اللي بعثها لي هذا شكون؟ ايوه سندير لا كابتور ديكرون واه هنا تشوفوا يعني الشيء اللي راه يحصل في صحافة بودورو تشبع ضحك يزو نجيبو لا اون تحم ديرو نو على اون يا ديري نو على اون استغل سي شي غريب يعني ناس اي واحد قول لي درك ولا اللي يجي يكتب اللي يجي ولا صحافي نعم حتى عبدو الصمار قال انا راهو صحافي شوفوا في لاون تاع هذه الجريدة قال لك لا جوستيس فرانسيس مي شي غريب واش داروا يعني دوخ دوخ واش يعني صحافة بودورو اللي ما عندهاش غرام حرية سمعت ولا تتكلم على العدالة الفرنسية وتقول لك العدالة الفرنسية راهي في خدمة المخزن واللوبي المخزني الصهيوني شيء غريب يعني القضاء الفرنسي في خدمة واش تقول مال على القضاء الجزائري واش ما تكلموش على القضاء الجزائري خلاص اش بيكم ما تكلموش على القضاء الجزائري ها القضاء الجزائري مليح شيء غريب باش يحصل في البلاد ديالنا هذه ايه غادهم قال لك او قال حما يهمناش في الشخص ولكن لي الى اخر ونفر وردوا قال لي باربوز ولي كدا ولي يحشموش قول لي غادي ندافع المخابرات الفرنسيه قول لي غادي ندافع الدي جي اس اي وراني عامل تاع دي جي اس والله واحد عامل تاع دي جي اس اشرف من ان يكون
مسؤول كبير في المخابرات الإرهابية ديالكم، والله أشرف لأنني نقول مسؤول كبير في المخابرات الإرهابية، ما أنكم ما تنحشموش يعني ما لا لا هاي تبدو تشوفوا دوخ واش راهم دايرين. هذا اللي يتكلم على القضاء الفرنسي اللي في خدمة الصهاينة، اللي يقول لك في خدمة الصهاينة وخدمة المخزن، ما يقدرش يتكلم على هذه لاريستاسيون انيغماتيك، خاطئة خاطئة هذه. ما يقدرش يتكلم على مرأة ماتت، سمعت، ومانعينها حتى باش مانعين يدفنوها، مانعين يدفنوها. أيوا وين درنا حنا درك؟ أيوا هاي ليك. الثانية شوف يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه العنوان تاع جريدة أونلاين أريستاسيون إنيغماتيك سعيد بن زيرة جوستيس فرونسيز على لا سوليد دو لوبي مخزنوسيونيست. بيقولوا على صول صح ما يصحوش حتى الاخطاء على العناوين تاعهم عليه. اوكي ومن بعد جي هنا في الجريده الورقيه ها ليك واش حاطين لك دايرين نون سوبر مونشيت. اسمع حاطينو اون سوبر مونشيت لا جوستيس فرونسيز اريستاسيون انيغماتيك دو سعيد بن زيرة justice française à la solde du lobby marxéno-sioniste. Allah yahir fana. Je peux le faire mon coche-ci, akhar. Alors, wesh, il est là. Il dit qu'il 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 dit يا بغالون تكتب وروح شوف منها اول ما عطى خبر داك وهذيك مغرب انتيليجونس تقول صحافه مغربيه ماهيش هذيك صحافه في خدمه جبار وجماعته والياس العريبي هو عبد الصمار اللي هو جزائري واللي هو يخدم المخابرات اللي انتم تخدموا لها بعد اللي الكوري الجزائري يخدم لها المخابرات تعلموا أموا كي تكذبوا كي تديروا لا ومن بعد قال هذه الرداب صابوها قال لك المخابرات وكذا ومنا وحنا ما يهمناش هذو لكم طريقه تاع لي باربوز باربوز ما تحشموش اي لا دي جي اس اي فرونسيس دي باربوز اوكي هذا جو فو كونسيد اي لا دي جي اس اي الجيريان سي با دي باربوز سي كريمينال. Ils ont tué des Algériens. Le patron de la sécurité intérieure algérienne a tué de sang-froid des milliers d'Algériens. Il percevait une grosse prime pour chaque tête. Pour chaque tête dans laquelle il met une balle, il percevait une forte prime, ce qui lui a permis d'acquérir une villa à Alicante, en Espagne. Ce qui fait ها تقول عليهم باربوز ما ندافع عليهم ما عندي بهم علاقه قول لي راك عامل تاع والله راني عامل تاع ما ينال بو قتلي في هذه هاي عامل تاع اللي بغيت ماشي تاع ناس مجرمين وتجي تكتب عليهم وتوظف القلب تاعك عليهم. دونك هذه الحكايه تاع المخزن هو اللي عطاهم المعلومات والمغاربه ما على بالهم والو بعيد عليهم الشيء ومن نهار الاول كنت قلت بالضحك اللي رفعوا دعوه
هذا الجرد شكايات منه تعدت عليه. واحد رفع به دعوى بتهمة الابتزاز والتعدي على ملك الغير والسرقة وأخذ الأموال بالقوة، هذا خليه. وعبد الصمار شريك في السرقة تاع هذا الجب تاع لندن مثلا، السيارة اللي سرقها عبد الصمار يعطيه له المفاتح تاع مراميتا، تاع مراميتا، سرق سيارة تاع مراميتا وكانوا المفاتح عند عبد الصمار. لا واش لا، وعبد الصمار يلحق من بعد. ألور دونك هذا واحد شاكي بيه، بعد أنا شاكي بيه بتهمة القذف، المساس بالحياة الخاصة، التشويه، المساس بالسمعة، هذا كامل. أمير دزال نفس الشيء شاكي بيه، فرحات مهني شاكي بيه، سيد أحمد بن عطية شاكي بيه، وخلين ثاني هذا كان شيء واش هذا كان مخزن صهيونيست يا بغالون، وين على بالو المخزن بالحكايه هذه؟ ايه زيد قال لهم اللي قاعدين يروجوا كذا، هذو ما العملاء تاع المخزن هشام عبود وامير ديزاد، المخزن هذا فور هذايا ابان ضحيو، المخزن دار فيكم التيرمان، خسركم في الفوتبال، خسركم في الغاز، خسركم في البترول، خسركم في البريكس، خسركم في، وزيد مديركم لا كريم اللي راكم مهولين النظام راهم مع المخزن على حسابكم انتوما هاك. ايبالور قولوا للمخابرات الارهابيه تاعكم يحطوا الريدو يروحوا يبيعوا الكاوكاو يديروا حاجه اخرى، والبيع تاع الكاوكاو ماشي نابورتوكي، ما نعطي اي واحد، الاشراف بيع تاع الكاوكاو مجرمين. تمام طيب، شوف هذه الحكايه تاع قالوا راهو المخابرات المغربيه هما اللي كانوا ورا كذا، ما على بالهم والو، المخابرات المغربيه هم سامعين به ما هم مقلقين منه. ولكن جاء وقت من قليل زم هذا حطوه عند حدو، لازم حطوه عند حدو ومزال. يعني انا مانيش راح نحبس عند هذا، لانه كان الاخر الجزء الثاني هذا الدعوة اللي ترفعت أمام الشرطة في محافظة الشرطة، والمخابرات الجزائرية على بالهم بلي أنا شاكي بيهم، شاكي بهذا الجرد هدايا على بالهم، لأنه أنا دابور أعلنت عليها، ما نخبيش أعلنت عليها، وزيد هذاك ختيتين هو اللي راه نهار اللي يحكموه قبل ما يدوه البولي الحبس، المرة الأولى كي يحكموه قال لهم اللي راهو نسق تاع الناس يشكيو كذا راهو هشام عبود، سي با ان سكري، سي با ان سكري، إيه جلد يلزم تعطيه الحس هذا ما دونك. كان قالوا المخابرات وبدا وسي عبد الصمار هو اللي فريمون ولا ختبعوا تاع الكوريدار الجيري. الوغ معارض ناشط دا ساكن في لندن جا لفرنسا دخل مع المخابرات باش يقتل الجزائريين المعارضين وباش هذيك الاقتلات اللي ماركيوها على المخابرات المغربيه، يعني المخابرات المغربيه يجي يقتلوني يعني واش عندي معاهم باش يقتلوني، هاي انا في السبله، أنا لي في السبلة، أمير ديزاد في السبلة، واش عنده مع المخابرات المغربية باش يجي يقتلوا المخابرات المغربية ولا باش دونك أنا اللي باش يقتلوني باينين الملف فيه 7200 صفحة، داروه لا سو ديريكسيون أنتي تيروريست تاع وزارة الداخلية الفرنسية، فهمت؟ وباينين شكون ما كان حتى علاقة بالمغرب. تحكم بعدين شكون اللي حابين يقتلوني. والقضيه كما قلت لي مصباح عاود فتحتها امام قاضي التحقيق
للمحكمة تاع مكافحة الإرهاب. دونك ما تروح تجيب لها هك لا هك، تبع برك وشوف. على كل حال كان راح يلحقوا، لأنه كما قلنا الشق الثاني من ملف تاع الجرد أمني، وما حبيناش حنا نبداولو بالشق الأمني باش ما نسيسولوش الحكاية، خليناه في الدروا كوما، في القانون العام، خليناه في الحق العام في الدروا كوما. الدور لهاك معاك ما عنده ما يش كيما يقول راه السياسة، ما يقول راه مخابرات دارو ما يقول لها، لأنه هذا عميل تاع المخابرات الجزائرية مع جماعة مجموعة أشرار إرهابيين كما تبينوا في الملف، لازم يخلص. تجي نتايا تنشط لصالح مخابرات إرهابية فوق الأراضي الفرنسية باش تضرب الرجالة، ما تخلص في حكاية الرجالة، ما تقدرش عليهم، لازم تكون راجل باش تجي تواجه الرجال، لازم تكون راجل باش تواجه الرجال. لما تشوف روحك تاخذ في الخباط وتعيط اي اي كيما يعيط الكارلوس، كارلوس راه خاصو نهرب، كارلوس هرب بنف خلاه ينظر، عيط له ومديه معاه زعما باش يحامي عليه، مديه معاه باش يحامي عليه. هايليك بالدليل القاطع والبرهان الساطع، سمعت؟ يعني نقول لك المخابرات الجزائرية مديرية الأمن الداخلي تاع ناصر الجن المجرم على بالهم باللي أنا اللي نسقت شكايات وأنا اللي قلت الناس، وهم ما زالوا أمير ديزات فرحات منيا موجودين، الناس كامل بن عطية مازال الناس كامل ها موجودين. باش رفعنا لهذا قال نديرو أوبيراسيون مع كل واحد، نديرو في جهة واحدة نحطو بين نفعو بيه دعوة ليه، سلام هايليك.